مشاهدينا تحية طيبة من النهار الإخبارية الأولى في الجزائر، وأهلا بكم إلى برنامج حديث الصحافة لنهار اليوم لتناول أبرز القضايا وكذا المواضيع وأبرز العناوين التي تصدرت الصحف الصادرة لنهار اليوم بالعربية وبالفرنسية وكذا الأخبار الدولية. إذا مشاهدينا كالعادة دائما بالصحافة المحلية وبجريدة النهار التي عنونت في صفحتها الأولى قلع يا بابور يا بالماضي راهو جاي الرنفور. الجريدة تحدثت وقالت أن المنتخب الوطني يصطدم عشية اليوم بنظيره الإيفواري على ملعب السويس بداية من الساعة 5 بالتوقيت الجزائري في موقعها، تعد بالكثير من أجل بطاقة المربع الذهبي لنهاية كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا بالأراضي المصرية، وسيكون الخضر اليوم أمام أقوى اختبار للتأكيد. وشاءت الصدف الساحرة المستديرة في القارة السمراء أن يلتقي الخضر والفيلة الإيفوارية للمرة الثالثة في دور ربع النهائي خلال 9 سنوات. من يتجرأ على الجزائر وشعبها لن يفلت من العقاب، هذا ما أكده الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني أمس معلنا عن تأييده لمحتوى المقاربة التي تضمنها الخطاب الأخير لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح باعتبارها خطوة جادة من أجل إخراج البلاد من الأزمة الحالية. واعتبر الانتخابات الرئاسية المقبلة الثمرة الدستورية والشرعية الأولى للحلول كونها تحمل ما يكفل مواصلة إرساء دولة الحق والقانون، ومنتقدا الأفكار المسمومة التي تمليها دوائر معادية للجزائر ومؤسساتها الدستورية، حيث أكد أن وفاء الجيش الوطني الشعبي للخط الوطني يقلق أتباع العصابة وأذنانها. دائما مع أبرز المواضيع لجريدة النهار، يوسفي تحت الرقابة القضائية بتهمة الرشوة ومدير عام أسبق لسوناطراك في الحبس. وجاء في المقال بأن قاضي التحقيق بالمحكمة العليا أمس أمر بوضع الوزير الأسبق للصناعة والمناجم يوسف يوسفي تحت الرقابة القضائية، وذلك بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد شكلت الجنح المتعلقة بتبديد أموال عمومية بدون وجه حق والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية وإساءة استغلال الوظيفة. ومن جهة أخرى أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا أمس بإيداع مدير سوناطراك الأسبق السيد عبد الحفيظ فيغولي الحبس المؤقت في قضية فساد هو الآخر. إلى جريدة الخبر التي عنونت فيديو البوشي يطيح ب12 إطار في قطاع التعبير، وجاء في المقال بأنه مثل أمس المتهمون في قضية رجل الأعمال كمال شيخي المدعو البوشي المتعلقة بالمحافظين العقاريين بغرفة الجنح بالقطب الجزائي المتخصص في محكمة سيدي محمد والمتابعين بتهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ وتلقي هدايا غير مبررة وتقديم مزايا غير مستحقة. وكانت أشرطة فيديو بمكتب المتهم والتي قام بتصويرها تظهر بأن هناك مسؤولين وهم بصدد تسلم مبالغ مالية أو تسليم مبالغ مالية لهم. إلى المحور اليومي التي جاء في أحد عناوينها أو في صفحتها الأولى، المؤسسة العسكرية خط أحمر وهي صمام الأمان في البلاد. وحسب الجريدة المحور فإن الوزير السابق وعضو المجلس الأعلى للدولة الأستاذ علي هارون دعا إلى ضرورة الاستماع لصرخة شباب الحراك واحترام حقه في التغيير، معتبرا أن الفرصة مواتية له للأخذ بزمام الأمور متسلحا بنخبة المجتمع وليس الاعتماد على معايير مستهلكة في السياق على السابق أقول عفوا على غرار الشرعية الثورية، داعيا الشعب الجزائري إلى الحفاظ على المؤسسة العسكرية كضامن لأمن وسلامة البلد في كل المراحل المصيرية. كما أوضح أن الحراك لم يطرح سوى مطلبا مشروعا ألا وهو استعادة استقلاله وإرساء دولة الحريات. 400 نقطة مياه تستهدفها التحاليل الدورية، هذا ما جاءت به جريدة المساء. وجاء في تفاصيل المقال بأنه تشكل عملية مراقبة المياه بولاية الجزائر أهمية كبيرة بالنظر إلى دورها الكبير في تفادي الأمراض والأوبئة التي يزداد انتشارها في هذا الفصل الحار، حيث توجد قرابة 400
نقطة لتوزيع أو صرف المياه تستدعي مراقبة دائمة من طرف مختلف المصالح والقطاعات التي تتبع مختلف المؤشرات التي من شأنها أن تضر بالصحة العمومية للمواطنين، لا سيما أن أي تلوث يمس مادة الماء والموجه للشرب خصوصا تكون نتيجته كارثية وباستطاعته إحداث ما لا يحمد عقباه مثل ما حدث العام الماضي بشأن انتشار داء الكوليرا الذي أثار جدل وأسال الكثير من الحبر. تقول جريدة المساء: وقت الجزائر أشارت إلى موضوع السكن وقالت بأن مكتتبو الترقوي الحر مطالبون بتسوية وضعيتهم. وحسب ذات الجريدة فقد أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية أنه على المكتتبين في برنامج الترقوي الحر الـ LBL السكنات الواقعة بكل من الجزائر، بومرداس، ديبازا، البوليدة، تسوية وضعيتهم المالية بالاقتراب من مكاتب المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، وذلك قبل 31 جويلية من السنة الجارية. على صفحات الموعد اليوم قال سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر أيمن مشرفة إنه من الممكن أن يصل عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين إلى 10,000 تأشيرة في حالة وصول المنتخب الجزائري للدور النصف النهائي والنهائي. وقال أيضا إن السفارة المصرية بالتعاون مع وزارة الخارجية الجزائرية قدمت تسهيلات من أجل تنقل المناصرين الجزائريين إلى مصر لتشجيع المنتخب الجزائري. البلاد أكثر من 250 دواء مفقود في الصيدليات، وحسب المقال فإن وزارة الصحة اتفقت مع متعامل الدواء من مستوردين ومنتجين وصيادلة على تنظيم لقاءات أسبوعية لتقييم سوق الدواء ومعالجة الندرة في الأدوية التي شملت أكثر من 250 دواء، فيما أكدت الوزارة أنه تم توفير مخزون 59 دواء من أصل قائمة الأدوية المفقودة لمعالجة مشكل الندرة الذي تعرفه سوق الدواء وازداد حدته خلال 3 سنوات الماضية. إلى الجرائد الناطقة باللغة الفرنسية لوسوار عن ولد سليمان شنين رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، وحسب المقال فقد جاء هذا بعد الانتخاب الأغلبية على النائب عن كتلة النهضة والعدالة والبناء السيد سليمان شنين كمرشح وحيد لرئاسة المجلس بعد تزكيته من طرف جميع الكتل النيابية ما عدا كتلة حمص التي قاطعت جلسة التصويت. يقول كاتب المقال: للعلم فإن سليمان شنين انتخب نائبا عن ولاية العاصمة عن تكتل أحزاب النهضة والعدالة والبناء. أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري حسب جريدة الإكسبريسيو أن المعارضة قدمت ما عليها والكرة الآن في ملعب النظام، مشيرا خلال ندوة صحفية عقدة أمس بمقر الحزب أن منتدى الحوار الوطني كان استجابة لنداءات عديدة من مختلف شرائح المجتمع، واستطاعت الأحزاب أن تلتقي فيما بينها وكل خرائط حسب المقال الذي نشر على الإكسبريس، وكل خرائط الطريق كانت في ورقة واحدة. وقال: إذا كان هناك حوار نشترط أن الشخصيات التي ستقوده تتوافق عليها السلطة والمعارضة. مشاهدين الآن نمر إلى أخبار المواقع وإلى موقع النهر أونلاين الذي تحدث في مقاله عن إلزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة الجدد والذين سيعلن عن نجاحهم في امتحان شهادة البكالوريا بتقديم شهادة طبية تظهر سلامتهم أو تنفي إصابتهم ببعض الأمراض، ويخص هذا الشرط بعض التخصصات الموجودة في مختلف الجامعات على غرار التخصصات التكنولوجية خاصة المتعلقة بالفيزياء والكيمياء، وكذا التخصصات الخاصة بالهندسة المدنية والميكانيكية، وكذا المعاهد الفلاحية. موقع جيبانتكات عنوان: بدو يأمر بإغلاق 45 مطحنة مخالفة للقانون ويقيل المدير العام للديوان الوطني المهني للحبوب. وحسب الموقع يأتي بعد أن تم إثبات مخالفتها كما قلنا للقوانين المعمول بها، لا سيما تضخيم الفواتير والتصريح الكاذب، كما أقر متابعات قضائية بخصوص باقي المطاحن
التي قدمت تصاريح كاذبة فيما يخص قدراتها الإنتاجية الفعلية، وهذا بعد الانتهاء من عملية التدقيق الشامل، كما أيضا تم توقيف المدير العام للديوان الوطني للحبوب. إذا كما قلنا هذا ما جاءت به موقع الجي 24. نمر الآن مشاهدين إلى أخبار الجرائد الدولية، وإلى البداية بجريدة لوفيغارو التي عنونت زيادة في تدفق المهاجرين إلى فرنسا. هذا ما عنوت به كما قلنا جريدة لوفيغارو، وكتب صاحب المقال: بينما يميل الضغط الهجرة إلى الانخفاض في كل مكان في أوروبا، إلا أنه لا يزال قويا في فرنسا، حيث يزيد عدد المهاجرين غير الشرعيين، وتم تقديم ما يقرب من 10,000 منذ جانفي 2019 من قبل الألبانيين والبلدان الإفريقية. ويشير المقال أيضا إلى أن زيادة الطلب في اللجوء والهجرة إلى دول أوروبا في تزايد، بالرغم من أن البلدان التي جاء منها هؤلاء المهاجرين آمنة، حسب كاتب المقال. إلى الديلي ميل أونلاين التي قالت: إيران تحاول أو حاولت احتجاز ناقلة نفط بريطانية. وحسب الديلي فإن مصادر قالت إن 5 زوارق يعتقد أنها إيرانية اقتربت من ناقلة نفط بريطانية أمس الأربعاء في مضيق هرمز. وأوضح المسؤول الأمريكي أن الزوارق الإيرانية كانت قد طلبت من ناقلة النفط التوقف في المياه الإيرانية، لكنها انسحبت بعد أن تلقت تحذيرا من سفينة حربية بريطانية. وكانت إيران قد استدعت السفير البريطاني في طهران بسبب ما وصفته الخارجية الإيرانية بالاحتجاز الغير قانوني لناقلة النفط. القدس العربي عنونت: فرنسا تعترف بوصول صواريخ أمريكية مضادة للصواريخ أو للدبابات عفوا تمتلكها وصولها إلى ليبيا. وحسب المقال فقد تم العثور عليها الشهر الماضي لدى قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في غريان قرب طرابلس. وأفادت صحيفة نيويورك تايمز أن الصواريخ كانت خارج الخدمة، وأن الفرنسيين اعترفوا بأنهم اشتروها من الولايات المتحدة في صفقة شملت 150 صاروخا من طراز جافلا. جريدة العرب تحدثت عن المدرب الماضي، وقالت بأن باء المدرب الماضي تفوز على الباءات الأربعة في الجزائر. وحسب الجريدة يأتي هذا مع تألق منتخب محارب الصحراء وخطط مدربه جمال بالماضي في بطولة الأمم الإفريقية، وصار هذا الأخير محل إجماع وإشادة من طرف الجماهير الجزائرية التي رأت فيه المنقذ. ففي حين تدعو الجزائريون أو الجزائريين يدعون كلهم يدعون برحيل الباءات الأربعة الذين لم يبقى منهم إلا 2، يواصل أشباب الماضي لصناعة التألق في كان 2019. الآن مشاهدينا نمر إلى قصة اليوم وإلى موضوع اليوم الذي نعرج فيه على الخبر المحزن بوفاة أحد الأطفال بالحي الفوضوي كيمو في الثانية بوهران بعد صراع مع جراح خلفها له كلب مسعور. خبر الوفاة أثار سخط أهل المنطقة، وحزن له كل من تابع قصة الطفل ومن سمع بخبر وفاته، متأثرا بجروح وبالإصابات الحرجة التي تعرض لها بعدما ساءت حالته الصحية كما تشاهدون في الصور، والذي بعد إخراجه من مستشفى كانستان للأطفال أين تم وضعه رفقة الضحيتين الآخرين بمصلحة الأمراض المعدية التابعة لذات المؤسسة. الضحية البالغ من العمر 9 سنوات تم إعادة تحويله من مسكنه بذات الحي الفوضوي على جناح السرعة إلى مستشفى كانستال، أين لفظ أنفاسه الأخيرة هناك وأوري الثراء بمقبرة بلدية مسغرين. هذا وقد شاهد الحي الفوضوي كيمو حالة غليان لدى قاطنيه بعد عدم التكفل الجيد بحالة الضحايا واحتجاج على المعاناة التي يتكبدونها داخل شاليهات لأكثر من 30 سنة، خاصة وأن دائما الكلاب الضالة أحدثت في السنوات الأخيرة الكثير من الاعتداءات على أطفالنا، وهناك من تسبب في وفاتهم مثل هذه العينة. السنة هذا بز عنده 6 سنين مات، والزوج 8 سنين مات، والزوج راه مبليسي وراه راه ونورمالمون قالوا مات، سما راهم غيموتوا، حنا قلنا لكم رانا نموتوا، قلنا لكم بلي بزوز هنا راهم يموتوا، ما امنتوناش، ما راكمش مأمنيننا، يروحوا رحلونا، هذه ماشي حالة هذه رانا فيها هنايا. يا اختي كلمة الأولى نقولها هي الله يصبر أمي مات هذا البازلي مات، اختي رانا في الريسك، رانا في الريسك، ماتوا شوابين
وقلنا اجلهم الحق، بصح كي راهم يموتوا صغار سي بيزار. لا اله الا الله واصبر. جا عندنا الوالي قالنا في اقرب وقت، هذا الاقرب وقت ما يجي يوصلنا، احنا كل يوم راه يموت لنا بز. بز مات كتله مول المحلو في رمضان، تحلحرنا غير وحدنا، حتى واحد ما جا طلع لينا. دروك الكلاب انا نقول شهادة، نقول هاد الناس، هذا الولد اللي توفى سي الوالي، هذا نطلب منهم عدم الله اجرهم. هذا انا عدم منهم عشر اول. بصح شوف الحاله اللي انا ساكنين فيها اليوم، ولدي غدوه ولدك، اي هذا المصير قاعد عنا. ديره ولدك، ديره واحد من الاولاد، هذا ديره واحد من الاولاد. إذن ونحن من منبر النهار نقول لهم عظم الله أجركم، ونحن بدورنا نتكافل ونتواسع مع عائلة الضحية. إن لله وإن إليه راجعون. إذن مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا لختام عدد اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الطاقم الصحفي والتقني العامل معي.